بنرحب بيكم مرة تانية ونرجع دلوقتي لجمانة ماهر عشان نعرف منها آخر كواليس الفعاليات اللي بتقام الآن على مهرجان العالمين. جمانة احكي لي بقى بالتفصيل كده الأيام الجاية إيه اللي هيحصل، يعني كل تفصيلة قوليها لنا ما تسيبيش حاجة. قولي لنا كل حاجة هتحصل. يعني يا باسانتا انا ممكن احكي لك بالتفاصيل ايه اللي هيحصل لغايه 30/8، بس يكون انت معاكي وقت وتكملي معايا. معانا، انت عارفه ان احنا معانا، كملي. طيب مبدئيا هنتكلم على بكره 15 اغسطس، بكره الخميس. بكره هيكون في عرض بحري هنا في مدينه العالمين، هيكون للجات سكيز والسبيد بوتس، وهيكون كمان في فاير وركس شو، هيكون هنا عرض العاب ناريه كمان من نورث سكوير مول، وهيكون في بقى كمان فعاليات كتير جدا يا باسانت الحقيقه رياضيه وغيرها، زي ما انت قلتي الشامبيونز ليجز للسيدات اللي انت مشاركه فيها زي ما اتفقنا، وفي كمان عروض طبعا كتير زي العرض المسرحي، مسرحيه التلفزيون هيكون اول يوم عرض ليها كمان بكره على يو ثياتر او مسرح يو ثياتر. وكمان بكره يا باسانت هتكون في هيبقى بدايه كمان مهرجان نبته، مهرجان الاطفال، ويمكن ده كمان من ابرز الحقيقه الاحداث اللي هتحصل بكره. طبعا مهرجان نبته هو مهرجان للاطفال وبيترأسه الفنان احمد امين، وهتكون شخصيه مهرجان نبته هي كيكو طائر ابو قردان، الطائر المصري الاصيل طبعا. ويمكن المهرجان ده يا باسانت الحقيقه معني بكل المحتوى اللي بيقدم للطفل، ويكون كمان في مسابقات للكبار. وطبعا يمكن شركه نبته هي احدى شركات المتحده المعنيه بدعم وصناعه وانتاج وتمويل كل الاعمال اللي ليها علاقه بالطفل، وهيكون في اربع ورش الحقيقه كمان على هامش مهرجان نبته. يعني في ورشه وقت الحكايه دي هتكون يوم 16 اغسطس بمشاركه عدد كبير من الفنانين منهم سوسن بدر وحاتم صلاح وعبد الرحمن جويش. يوم 17 اغسطس هتكون في ورشه ستوب موشن، الورشه هتكون بصلصال وهيقدمها كمان الفنان المخرج حازم جوده بمشاركه الاطفال لصناعه منتج انيميشن. في كمان يوم 18 اغسطس ورشه الرائد الصغير لتعليم الاطفال رياده الاعمال وصناعه المشروعات بالتعاون مع شركه انطلاق. يمكن واحنا بنتكلم على كل الاكتيفيتيز دي باسانت معاها بقى عروض السيرك والعروض التراثيه اللي هتكون موجوده في المسرح الرومي بالمدينه التراثيه، وكمان الاكتيفيتيز والانشطه الرياضيه اللي هتكون موجوده. واعتقد يا باسانت انا عارفه ان انت يعني هتبقي حابه تشاركي في حاجات رياضيه كتير. انت متاكده من الموضوع ده؟ اكيد انا نفسي اكيد اكون بشارك واكيد اكون متواجده، لكن انا عايزه اقول لك ان انا مستمتعه جدا جدا ان احنا بننقل الفعاليات اول باول اللي بتحصل على ارض مهرجان العالمين، الفعاليات المختلفه سواء الرياضيه او الفنيه. وخليني اركز معاكي يا جمانة على مهرجان نبته بالتحديد، لانه احنا يمكن الاهتمام بالطفل ما وقفش بس عند الدراما في رمضان، الانتاج الكبير قوي والضخم اللي كان حاصل للاطفال سواء في المسلسلات او غيره او غيره، اهتمام بالهويه المصريه المقدمه او الوجبه المقدمه للطفل كمان امتدت لمهرجان العالمين من خلال مهرجان نبته والورش المختلفه اللي بتقدم فيه، وكل ده للطفل اكيد المصري والعربي عشان يتذوق يعني حاجه بسيطه من التراث المصري والهوية المصرية اللي احنا دايما طول الوقت بنتكلم عنها انه لازم تبقى واضحة جدا لأولادنا. فمهتمة قوي كمان بالفقرة صحيح. دي بالتحديد يا جمانة، واكيد بكرة ان شاء الله انت هتنقل لنا بالتفاصيل كل حاجة بتحصل في مهرجان نبتة. اكيد يا باسانت، ومره تانية كمان ضمن فعاليات اللي هتحصل بكره في كمان بيس ار موتور سبورتس، ويمكن هيكون في عروض كمان مختلفه الحقيقه بكره. طبعا احنا عارفين الويك اند بيبقى فيه كمان انشطه اكتر من ايام الاسبوع يا باسانت، لكن حتى على مدار ايام الاسبوع في طول الوقت فعاليات، في طول الوقت اكتيفيتيز موجوده، ان كان في المسرح الروماني او على الممشى او حتى في المسرح نفسه طول الوقت في شغل. وزي ما بنتكلم الحقيقه ان الشغل بيبتدي، يعني اخر حفله بتكون لو هنتكلم على اليو ارينا والحفلات الغنائيه، الشغل بيبتدي بجد بعد انتهاء الحفله اللي قبلها. يعني الشغل
طول الوقت موجود، واداره المهرجان الحقيقه بذل مجهود كبير جدا جدا. يبقى انتوا فكره التركيز في كل التفاصيل دي والخروج بانشطه واكتيفيتيز تكون اوت اوف ذا بوكس او بره الصندوق، تقدر تناسب الجميع، كل الاعمار وكل الفئات وكل حتى الهوايات. دي صعبه جدا ومحتاجه مجهود، خلينا نقول مش بس مضاعف مجهود وتركيز، الحقيقه ضخم قوي قوي قوي. وزي ما قلت لك في اقبال كبير جدا يا باسنت، ان كان على المهرجان في هذه النسخه او حتى على مدينه العلمين الجديده. واعتقد حقيقي الارقام هتخضنا في الاخر، يعني اكيد بنهايه المهرجان ان شاء الله، يعني بعد انتهاء ايام المهرجان على خير باذن الله، هنتفاجئ حقيقي من الارقام، لانه كل اللي جه هنا وشاف شايف ان في اقبال كبير جدا، في زحمه، في كل الفئات قادره انها تستمتع بوقتها هنا، ان كان على الممشى اللي حابب ان هو يتمشى ويشم هواء جميل ويستمتع بجو حلو. حقيقي الممشى بيوفر ده، ومكان امن جدا للاطفال انها تلعب، وعليه اماكن ترفيهيه وعليه كمان مناطق العاب للاطفال. اللي حابب يحضر يمكن عروض فنيه ليها علاقه بالتراث والهويه المصريه، وايضا يمكن الفعاليات الثقافيه كمان موجودة في المدينة التراثية طول الوقت، حتى يمكن على الممشى عروض السيرك والعروض الفنية كمان بتقدم على الممشى مجانا، غير الحفلات اللي موجودة، المسرحيات الموجودة. وفي نقطة كمان حقيقة مهمة جدا يا باسنت، وهي فكرة يعني إبراز المواهب من خلال مهرجان العالمين في هذه النسخة. طول الوقت في مواهب جديدة بتظهر، إن كانت المواهب الفنية اللي من خلال العروض اللي بتقدم على المسرح الروماني، أو حتى المواهب الرياضية اللي بتقدم زي مسابقة الحريف مثلا، زي ما كنا بنتكلم يمكن في اللينك اللي فات. في مواهب كمان بتظهر على أو من خلال مهرجان العالمين في هذه النسخة، ودي نقطة الحقيقة مهمة جدا جدا جدا. واكيد بنحيي اداره المهرجان عليها ان هي تفكر انه مش بس المهرجان يكون ترفيهي وثقافي ورياضي، لكن كمان ان احنا ننمي ونحتفي بالمواهب المصريه الموجوده، اللي بس محتاجه فرصه انها تظهر، وده بجد موجود هنا يا باسنت. لجمهور مهم جدا، وبالظبط يا جمانة زي ما انت بتقولي، يعني سواء من مسرحيه الشهره او دكان احلام، الوجوه الجديده اللي احنا بنشوفها في عن طريق هذه المسرحيات والعروض الفنيه مهم جدا، واهتمام الشركه المتحده بيها الحقيقه مهم جدا. شكرا ليك يا جمانة، في الحقيقة يعني مجهود كبير انت وفريق عمل البرنامج كله بتعملوه على أرض العالمين الجديدة.